نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن الله يمدح هؤلاء الذين يعمرون مساجده ويبنونه ويعمرونه بالعبادة ويعمرونه بنيانا وعبادة وينفقون في سبيل الله في بناء هذا المسجد، يمدحهم الله تبارك وتعالى. أقوم ريفو دبتت آيات أغرتيتني والنسين دبتو نمني من ربي إجار مؤمن توتا نم ربي أمني إنما يعمر مساجد الله كإجار من ربي مؤمنة إجارة واليوم الآخر نم أمنة إجارة نم صلاة ربي صلاة إجارة نم زكاة باسوت إجارة نم ربي ملي وأنبران صدى النت آخرا وفصداتوت من ربي إجارة ربي إجارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي بها وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. عندما أراد عثمان بن عفان أن يبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يوسع مسجد رسول الله، أنكروا عليه الصحابة: لأنك تغير المبنى الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال، استدل بهذا الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. دوما قرتي حديث نكوني عثمان بن عفان صحابانا قرتي خليفة رسول رضي الله عنه وأرضاه قام قرتي مسجد رسول بل إسوف إذي نمني مسجد رسول أكا رسول إجار الرماجي جيرتا يعني ويتاتي دبتا نما من ربي جيرتا إجار رسول ربي أكايد. سمعت رسول الله: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. نما مسجد ربي جيرتا قرتي من ربي إجار ربي من جنة كيسا إجار رسول وانجر من ربي نوها إجارو في جيرتا أكثت أغرتي حديثة كانت سيدة الله قلت نمني من ربي إجاري وصوان حقا هندرين لكو كلي اتبوفتو يوكين سنبرين بوتايسين كلي اتبوفتو سنين لي وصوتي ربين وانو حقا سيلي معنى أنتو بيك مصاحمة أتغرتي هرماننا قوتي وانو حقا سيلي أغرتي بكين أغسي سلاطة وغيتي أجومتي حقا سيلي وصوتي ربين أغرتي إساء إجارة جاني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر.